كرشك كبر يا واله من كتر الحش. اسم الله على كرشك انت يا سباتيك. طب ما تعمل لنا حاجة دايت كده. انت كمان عرفت الدايت؟ خليص هعمل لك كنافة بالقشطة. بالقشطة؟ وهي ده تبقى دايت؟ ايوه اش فهمك انت في التكنولوجيا؟ انت عمال تخربط خربيط من الصبح وانا ساكت لك. طب اعمل يا فالح. نص كيلو كنافة، ربع كيلو سمنة، نص كيلو قشطة، 100 جرام مكسرات. نص كيلو كنافة، ربع كيلو سمنة، نص كيلو قشطة، 100 جرام مكسرات. طب خش على التحضير باقي. هات الصينية وادهنها بالسمنة وعليها الكنافة وفوقيها حط القشطة. فوق القشطة حط الكنافة وعليها حط السمنة. عتقول ايه؟ هات الصينية وادهنها بالسمنة وعليها الكنافة وفوقيها حط القشطة. القشطة فوق القشطة حط كنافة وعليها حط السمنة وندخلها الفرن. خلصك ده يا بوي. ايوه خالص يا ولي. قشطة كنافة بالقشطة، قشطة كنافة بالقشطة، قشطة كنافة بالقشطة، يا قشطة كنافة بالقشطة، قشطة كنافة بالقشطة، قشطة كنافة بالقشطة، قشطة